بعد تأجيلها أكثر من مرة، انطلقت انتخابات الهيئة المحلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث توجد 6 بلدات فلسطينية في ضواحي القدس خاضعة للسلطة. انتخابات يتنافس فيها 4411 مرشحاً على 145 مقعد. عطلة رسمية للمدارس والمؤسسات أقرتها السلطة الفلسطينية لضمان أكبر مشاركة للناخبين. في عدد كبير من الأحزاب داخله، أو عدد كبير من حركة فتح داخلين كحركة فتح، وفي عدد كبير من المستقلين، ولكن أنت لسه مدرك تمام هل المستقلين هم فعلا مستقلين ولا تابعين لحركات سياسية ولا تابعين للعشائر. انتخابات تجري بمقاطعة من قبل الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي وحركة حماس وبشطر واحد من الوطن، فقطاع غزة لم يشارك سكانها في هذه الانتخابات بعد قرار الحكومة بتأجيلها في القطاع بسبب رفض حماس إجرائها في محافظات غزة. كنا نأمل أن تجري هذه الانتخابات في قطاع غزة، ولكن كما تعلمون حركة حماس منعتنا من إجراء الانتخابات في قطاع غزة. على كل إحنا نطلب من القيادة السياسية الجديدة لحركة حماس أن تعيد النظر في هذا الموضوع. لجنة الانتخابات جاهزة لإجراء الانتخابات بعد شهر إذا حماس بتوافق في قطاع غزة. حركة حماس من جهتها ورغم عدم مشاركتها ترشحاً في الانتخابات المحلية، إلا أنها دعت الجماهير إلى اختيار الأصلح والأقدر لخدمتهم، ما عده البعض مشاركة معنوية للحركة، لكنها في الوقت ذاته هاجمت إجراءها في الضفة الغربية فقط. للأسف هذه الانتخابات جرت بدون توافق وطني، إجراءها في الضفة دون غزة يعني تكريس الانقسام وتعقيد الوصول للمصالحة. البيئات القانونية والسياسية والأمنية لم تتوفر في الضفة الغربية، لذلك جاءت انتخابات على هذا الشكل. يجب أن تكون انتخابات في كل الوطن الفلسطيني حتى تكون انتخابات حقيقية. هي انتخابات عكست حالة الانقسام التي لا تزال تعصف بشطري الوطن، ولكن لا فتح ولا حماس كانت صاحبة الكلمة الأقوى، بل هي العشيرة والعائلة وأخيرا القوى السياسية. ففي نهاية المطاف هي انتخابات محلية خدماتية بحتة. من رام الله، فاتن علوان، الحرة.